حول هذا القرار. ينضم إلينا من القامش لمراسلنا هجار السيد، وأيضا سيكون لدينا طبعا ضيوف أخر عن هذا الموضوع. هجار، قرار ربما يعتبره الكثيرون أو المراقبون استثنائي في هذا التوقيت، خصوصا فيه كثير من التناقضات، لكن على ماذا بني هذا القرار؟ أيضا ماذا أبعاده؟ وهل هناك استجابة إلى الآن من الجانب الجيش السوري؟ نعم، لم يصرح أي جهة رسمية من قبل قوات حكومة دمشق حول وجود أي تنسيق ما بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات حكومة دمشق، بينما على الأرض يختلف الأمر تماما، حيث استخدمت قوات حكومة دمشق أعداد كبيرة من العربات إلى بلدة الرفعة في ريف حلب الشمالي، وللمرة الأولى واليوم استخدمت الفرقة الرابعة 50 عربة ومدرعة إلى مطار منق العسكري الذي يقع في ريف حلب الشمالي، وأيضا استخدمت قوات حكومة دمشق دبابات ومدرعات إلى بلدة عين عيسى في ريف الشمالي لمدينة الرقة. أما بالنسبة لتزامن ذلك مع قصف مستمر في القوات التركية على بلدة زرقان في أبو راسين وأيضا على قرية الطويلة، لم يصرح أي جهة رسمية من قبل قوات حكومة دمشق بوجود أي تنسيق، ولكن قوات سوريا الديمقراطية أكدت لأكثر من مرة في حديث لقائد القوات سوريا الديمقراطية الجنرال مظلوم عبدي، أكد لنا خلال لقاء خاص مع نيوز عربية، أكدت باستعداد قوات سوريا الديمقراطية بالتنسيق مع قوات حكومة دمشق لصد أي هجمات على مناطق شمال شرق سوريا، كما أكد طلب من حكومة دمشق بنشر قاعدة صواريخ لصد أي لصد الطائرات التركية إذا ما شنت هذه القوات التركية أي هجوم على مناطق شمال وشرق سوريا. وبحسب مراقبين يرون بأن الاجتماع الغد المزمع عقده غدا ما بين تركيا وروسيا سوف يحدد العملية وأين ستكون بالضبط، ومن المرجح أن تكون بلدة الرفعة حيث يوجد هناك قوات كبيرة لقوات حكومة دمشق، وأيضا في منبج يوجد هناك أيضا قوات روسية وسورية هناك. نعم، طيب، من القامش لمراسلنا هجار السيد، شكرا لك، استمر في هذا